الفراق بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد بتوقيع لنادي الطلبة، أكيد نادي الطلبة من الفرق اللي كل لاعب يتمنى أن يمثلهم. إن شاء الله نطمح نقدم فد شيء لنادي الطلبة، وأكيد إن شاء الله نكون أضافة جيدة لنادي الطلبة، وأكيد نوعد الجماهير بتحقيق النتائج اللي يطمح بها الجمهور والإدارة إن شاء الله.